بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بدنا نحكي عن أنواع خطط المبيعات. طبعا احنا مركزين هون في البيع الشخصي اللي هو أحد أشكال وسائل المبيعات، أحد أشكال وسائل إيش؟ المبيعات. الآن إذا أنواع خطط المبيعات اللي بيتم تنفيذها من خلال البيع الشخصي، يعني من خلال مندوبي المبيعات. ببساطة إحنا ممكن نقسم الخطط هاي لأربع أصناف. أربع إيش؟ أصناف، يعني تندرج تحت أربع تصنيفات. أولاً تصنيف هاي الخطط يعني حسب الزمن. اثنين تصنيفها حسب ايش؟ المناطق الجغرافية اللي انت بتشتغل فيها. ثلاثة تصنيفها حسب الاصناف او المنتجات. اربعة تصنيفها حسب مندوبي البيع اللي بيشتغلوا معك. اذا انا ممكن اصنف خطط البيع الشخصي الى اربع تصنيفات: اولا حسب الزمن، اثنين حسب المناطق، ثلاثة حسب الاصناف، اربعة حسب مندوبي البيع. نبدأ في النوع الاول من خطط المبيعات، اللي هي خطط المبيعات المصنفة حسب الزمن. الزمن طبعا انا ممكن تكون هاي الخطط اما يومية، تكون خطط يومية، وفي خطط أسبوعية، وفي خطط شهرية، وممكن تكون في خطط ربع سنوية، خطط نصف سنوية، وخطط إيش؟ سنوية بتكون أطول طبعاً. الآن السؤال، هل إحنا بنبدأ في الخطط اليومية وبنجمعها بتصير خطة أسبوعية ثم شهرية وهكذا، ولا بالعكس؟ الجواب طبعاً أنت بتبدأ من الكبير للصغير. انت بتحدد التارجت تبعك، التارجت تبعك اللي بيكون ممكن يكون تارجت شهري، تارجت يعني اللي هو حجم المبيعات المستهدف اللي انت بدك تحققه، ممكن يكون عندك تارجت ايش؟ شهري او سنوي، ومن ثم اذا كان سنوي بتقسمه على عدد الاشهر على 12 شهر، ومن ثم الشهر بتقسمه على 4 اسابيع، والاسبوع بتقسمه على عدد ايش؟ الايام. اذا كنت بتشتغل مثلا 5 ايام 5 days per week مثلا، او 6 days per week او 6 ايام بالاسبوع، تمام. اذا هاي الخطط اللي هي بتكون حسب ايش؟ الزمن، بدها تحوي طبعا التصنيف الاول اللي هو حسب الزمن بمشي فيها، ومن ثم مندوبي المبيعات اللي بدهم يشتغلوا، الاصناف اللي انت بدك تبيعها، الاسواق اللي انت ايش بدك تستهدفها، الكميات اللي انت بدك تبيعها، تمام. اذا انهينا اول صنف من اصناف خطط المبيعات، خطط البيع الشخصي اللي هي المصنفه حسب ايش؟ حسب الزمن. المحور الثاني اللي هو انك تشتغل حسب ايش؟ المنطقه الجغرافيه، تشتغل حسب الأسواق، حسب المنطقة الجغرافية أو إيش؟ أو الأسواق. الآن إحنا فعلنا في واقع الضفة الغربية وغزة، ممكن تصنيف كبير جداً إنك تقول والله أنا بدي أقسمهم لقطاعين، الضفة وغزة، أو تيجي تقول لا أنا بدي أقسمهم والله إلى تصميم، يعني تقسيم آخر اللي هو المحافظات مثلاً. إذا بدك تحكي عن الضفة لحال، شمال وسط جنوب، أو أحكي عن محافظات، والله محافظة جنين، محافظة طباس، محافظة نابلس، محافظة رام الله، محافظة القدس، الخليل، بيت لحم، أريحة إلى آخره. الآن هذا برجع حسب طبيعة إيش المنتج. إذا كنت أنا بشتغل في محافظة واحدة، ممكن أجي أقول والله أقسمهم قرى، مركز، مدن، ومخيمات، قرى، مدن، مخيمات، أو أقسم حتى القرى حسب المناطق الجغرافية. هذا برجع حسب طبيعة إيش المنتج. إذا هنا بنجي هاي الخطط اللي أنت بتشتغلها حسب المواقع الجغرافية، ممكن نقسمها لقسمين رئيسيات: خطط مجمعة وخطط إيش مفردة. الخطط المجمعة اللي هي بتكون لكل المناطق معا، ومن ثم أنا ببدأ أجزئ في هذا التارجت للمناطق الجغرافية حسب أنا بعرف قديش الكباسيتي، يعني القدرة الاستيعابية لكل منطقة من هاي المناطق، تمام. الجزء الثالث اللي احنا ممكن نوصله بعد ما نصلي على الحبيب محمد، اللهم صلي على محمد، اللي هو تصنيف حسب الأصناف، تصنيف خطط مبيع الشخصي حسب ايش؟ الاصناف او المنتجات. فانا بشوف شو المنتجات اللي انا بشتغل فيها، مثلا ممكن اذا كانت شركه بتوزع منتجات، مجموعه كبيره من المنتجات، اقسمها على منتجات مثلا غذائيه، منتجات طبيه، العاب، منتجات مواد تنظيف وغيرها، حسب شو انا بشتغل. هذا بتبع، يعني اذا كنت انا بشتغل في شركه مثلا تكنولوجي، ممكن اجي اقول البي سيز لحال، مثلا الاكسسوارز، البرينترز والسكانرز والإشي هاي لحال، حسب الديبنس، حسب انت ايش شو بتشتغل. اذا هاي الاصناف برضو، الاصناف ممكن تسويها خطط مجمعة فيها لكل الاصناف، قديش انا حجم مبيعاتي التوتال في النهاية سيلز قديش بده يكون، ومن ثم بقسمه انا حسب ايش؟ حسب الاصناف. باجي بقول هذا الصنف A هذا بده يشكل 70% من مبيعاتي، الصنف B ممكن يشكل 20% من مبيعاتي، الصنف C ممكن يشكل 10% من مبيعاتي. اخر تصنيف اللي هو حسب مندوبي المبيعات.
حسب برضو كمان تصنيف مندوبي المبيعات بيكون خطط مجمعة وخطط إيش مفردة، يعني خطة شاملة حسب مندوبي المبيعات ككل مجموعين فيها كلهم قديش التارجت اللي بدهم يوصلوا له قديش بدهم يبيعوا، وخطط مفردة لكل مندوب مبيعات له خطة وبتحدد له تارجت لازم يوصله، يعني قديش الهدف اللي لازم يوصله سواء هدف يومي أو أسبوعي أو شهري. إذا هيك بنكون انهينا شو تصنيفات خطط إيش خطط البيع الشخصي. الله يعطيكم العافية ومشكورين على حسن استماعكم.